نفذ الهلال الأحمر الإماراتي برنامجا إغاثيا في الأردن يشمل توزيع كسوة شتاء على اللاجئين وتوزيع المساعدات العينية والنقدية على عدد من الأسر المتعففة والمسجلة لدى عدد من الجمعيات الخيرية في المملكة. تقرير سلوى السوالق. على أطراف الصحراء الشرقية في منطقة الأزرق يعيش أبو راضي وزوجته ظروفاً معيشية صعبة في خيمة متهالكة تفتقر لأدنى مقومات العيش الكريم، ومن حيث لا يعلمان جاءت يد العون الإماراتية عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي لتبلسم جراحهما وتتعهد بكفالتهما. والله دخولهم علينا والله بركة، وأنهم ساعدونا، مش هذا أول مرة يجون علينا، كثير يجون علينا ونهم ساعديننا والله، وكثر خيرها ما قصروا حاجة. يعني لو يصير لنا غرفة غرفتين مكفياتنا. وقد نفذ وفد من الهلال الأحمر الإماراتي وبعض المحسنين في الدولة وبتنسيق مع إدارة المخيم الإماراتي حملة لتوزيع مساعدات على اللاجئين السوريين المسجلين في الجمعيات الخيرية والخيام العشوائية في محافظات المملكة، وتم توزيع كسوة الشتاء وطرود غذائية ومساعدات صحية وطبية، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والمادي للعائلات اللاجئة التي تراكمت عليها الهموم والديون. رحنا إلى مستشفى المفرق وشفنا احتياجاتهم، وأيضا انتقلنا من المستشفى إلى المخيم مريجيب الفهود مخيم الإماراتي، وبدينا في التوزيع الدفعة الثالثة على أخواننا اللاجئين السوريين في المخيم، ثم انتقلنا الآن إلى الجمعيات والخيام العشوائية. لما نشوف الفرحة في عيون أخواننا السوريين واللي نقدم لهم هالمساعدات، يعني شيء لا يوصف صراحة. يعني نحن بنفسنا نحن نرتاح أكثر منهم. حتى تقريبا اليوم 400 شخص 400 عائلة، فهذا شيء مميز، ووصلوا الناس بالخيام العشوائية وقدموا المساعدات. إحنا بنشكر دولة الإمارات العربية المتحدة حكاما وشيوخا وشعبا، والهلال الأحمر الإماراتي بالذات من رجيب الفود دائما على تواصل وعلى شراكة معنا بالمخيمات العشوائية والجمعيات الخيرية بالمملكة كاملة. وفي محافظة المفرق الحدودية مع سوريا انتفعت أرامل ويتامى من هذه المساعدات الإنسانية التي جاءت في وقتها، فبالرغم من تحديات الجائحة إلا أن دولة الإمارات واصلت جهودها الإنسانية في تعزيز الخدمات الموجهة للاجئين وتحسين واقع هذه الفئة ولفت الانتباه لقضاياهم العاجلة والملحة. منذ بداية أزمتهم بقيت يد الخير الإماراتية ممدودة للاجئين السوريين، وهذه واحدة من حملات كثيرة ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي بشكل دوري لمساعدة اللاجئين والأسر المتعففة للتخفيف عنهم وتمكينهم من العيش بكرامة. لأخبار الإمارات سلوى السوالقة من الحدود الأردنية السورية المفرق.